طيب عايزين نبدا بالدوريات الخمس الكبرى، ومفيش افضل من الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي احمد مشتعل بشكل كبير جدا 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 على مستوى الصراع طبعا ما بين المان سيتي والارسنال. شايف لغايه دلوقتي اعتقد ناقص 4 جولات تقريبا، 4 لمانشستر سيتي وثلاثه الارسنال، وثلاثه الارسنال. شايف الدنيا ماشيه ازاي لمقاعد على مستوى بطولات اوروبا وعلى مستوى طبعا بطل الشامبيون او بطل الدوري الانجليزي؟ يعني انا شايف ان برايتون هو اللي هيحدد لقب الدوري الانجليزي رايح فين. هو برايتون اللي هيحدد الموضوع كله، لان هو عنده ماتش اوي يعني في ملعب ارسنال، وعنده ماتش بيستقبل فيه مانشستر سيتي. وبرايتون هو الفريق الوحيد اعتقد في كل الفرق اللي حاليا هتقابل مانشستر سيتي او ارسنال اللي يقدر فعلا يكسب الاثنين بسهوله، لان هو بغض النظر انه متاخر دلوقتي من ايفرتون في ماتشه، بس برايتون عامل موسم يعني اقل ما يوصف به ان هو خرافي، وخرافيته ناتجه انه يعني خلينا نتكلم بقى مش سكاوتنج بس، مش سكاوتنج يجيب واحد زي ميتوما مثلا يخليه من افضل المواهب في العالم، ولا سولي مارش ولا النجوم دي كلها، ولا ماكاليستر بطل العالم مع ليونيل ميسي في الارجنتين. مش ده بس الفكره، ان جراهام بوتر اللي بقاله سنتين ثلاثه عامل مشروع اتخطف من الفريق دوت في اول 6 7 جولات، وده المدرب اللي قام عليه مشروع برايتون في السنوات الاخيره. في الوقت ده انت محتاج اداره قويه جدا ومشروع حقيقي عشان تختار المدرب البديل اللي يجي ينقذ موسم فريق ممكن يكون مهدد بالهبوط لان مدربه راح فريق تاني اكبر منه واتساب تماما. فالاختيار لما وقع على روبرتو ديزيربي فعلا ده اختيار يعني انا بشوفه من افضل الاختيارات. مدرب رائع جدا، ليه سيستم واضح في الكوره، غير فريق برايتون 180 درجه، لعبه اسلوب كوره تاني مختلف تماما. روبرتو ديزيربي بيطبق افكار مختلفه، ملعب برايتون فالمر بقى كابوس على 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 اي خصم. فاعتقد انه برايتون بخلاف ان هو حاطط رجل كويسه متهيألي في الدوري الاوروبي، يعني انا متخيل ان توتنهام هيفقد تنافسيته واحده واحده الفتره اللي جايه، واعتقد ان حد من توتنهام من برايتون او استون فيلا هيتاهل البطولات الاوروبيه مع ليفربول والخماسي اللي فوق توتنهام، مع ليفربول والرباعي اللي فوق ليفربول. هنقف برضو شويه عن ليفربول، لان لو رجعنا كده شويه 4 5 اسابيع قلنا خلاص الموضوع منتهي تماما او صعب جدا ليفربول حتى يشارك في احد الدوريات الاوروبيه. دلوقتي ممكن تتكلم على المركز الرابع. شايف ليفربول والعودة بقوة وكمان على مستوى محمد صلاح والأرقام والتاريخية اللي بيحققها على مستوى طبعا ليفربول في الفترة اللي فاتت؟ يعني عن محمد، لو هنتكلم عن محمد صلاح، محمد صلاح هو قائد الثورة الأخيرة اللي في ليفربول دي، يعني اللي هي خلته فعلا رجع من بعيد جدا. وأنا بتذكر لما كسبوا مانشستر يونايتد 7-0 تصريحات صلاح كانت قد إيه هاديه ومتزنه، مع انه انتصار ممكن يعني يورجن كلوب من اسبوع لما اتسال الموسم ده انت ما عملتوش فيه حاجه وما خدتوش فيه بطولات قال ازاي وانا كسبان مانشستر يونايتد 7-0. المدرب بتاع ليفربول وصل له الروح دي، محمد صلاح ما كانش عنده الروح دي مع انه كان جايب جونين وعامل ماتش خرافي. قال احنا محتاجين نكمل، دي مجرد 3 نقط واحنا محتاجين نكمل على نفس الريتم. من الوقت ده انا بتخيل ان ليفربول رجع في الموسم، في الوقت ده بدا ليفربول يرجع في الموسم. ولما نتكلم من اخر 9 ماتشات صلاح مسجل فيها او مساهم باي شكل، واخر 9 ماتشات في انفيلد لاول مره في تاريخ اي لاعب في ليفربول بيسجل فيها وبيوصل لهدف رقم 100 في انفيلد، فاحنا بنتكلم فعلا محمد صلاح هو اللي قاد الثوره الاخيره وعادل خلاص رقم كان في رقم برضه هو تقريبا صلاح يعني بالهدف اللي جابه عادل رقم من احد لاعبي ليفربول كان محقق في الهدافين التاريخيين يعني تقريبا هو اللي بعديه تقريبا جيرارد على طول ستيفن جيرارد ممكن. فاللي عمله ليفربول اللي عمله محمد صلاح الفتره اللي فاتت هو فعلا قد ثوره ممتازه جدا لليفربول، اهلته دلوقتي على الاقل احنا بنتكلم مينيمم في اوروبا ليج، يعني على اقل تقدير في اوروبا ليج. ده من حوالي 10 اسابيع ما كانش متاح، كان ليفربول في المركز 9 والعاشر وبنتكلم انه هيبقى في نص الجدول العلوي ولا السفلي. فاللي حصل الفتره اللي فاتت محمد صلاح كان ليه دور كبير جدا فيه. بتخيل ليفربول المركز الرابع لسه بعيد، يعني انا وجهه نظري انه لسه بعيد لانه ليفربول لعب ماتشات اكتر من مانشستر يونايتد، محتاج ان مانشستر يونايتد يتعثر على الاقل في 3 ماتشات من الاربعه الباقيين او ماتشين من الاربعه الباقيين. ما تخيلش ان مانشستر يونايتد بعد كل الصخب اللي حصل من ساعه لما رونالدو مشي وتنهاك كمل مشروعه هيتخلى عن مقعد في الشامبيونز ليج. ولكن خلينا نقول انه في الوقت الحالي امال ليفربول حيه تماما، الامال حيه بالذات ان مانشستر يونايتد اتغلب امبارح من 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 استون فيلا في الدوري الانجليزي. فانا بتخيل انه الامال حيه، ولكن خلينا نقول ان هي بنسبه 20% 80% ان ليفربول يوصل تشامبيونز ليج. ولكن المقعد الاوروبي بالنسبه لي اتحسم تماما، هو غالبا هيلعب بيوروبا ليج وبدرجه اقل في الشامبيونز ليج. مين يلعب معاه؟ انا بتخيل انه برايتون او استون فيلا هيقتنص المقعد بتاع. طب عشان برضو الساده المشاهدين يبقى التمرين معانا، ممكن برضو جدول الترتيب عشان نشوف حتى المراكز الموجوده ايه
بالترتيب. المنافسه اكيد ما بين الارسنال والمان سيتي، طبعا المنافسه على اللقب ما بين المان سيتي والارسنال، طبعا في فرق نقطه، في فرق نقطه للمان سيتي ولسه الارسنال لاعب ماتش اكتر. الارسنال لاعب ماتش زياده، لكن على مستوى ليفربول زي ما احنا شايفين 62 نقطه، بتتكلم على المان يونايتد 63 نقطه، نيوكاسل يعني كمان نيوكاسل عامل يعني موسم ولا اروع، ولكن كمان خسر المباراه اللي فاتت امام الارسنال ب 65 نقطه. برايتون كمان 55، توتنهام رايك يا احمد ان هو بيبعد وكمان جداً. الدنيا متوتره جدا مع راين ماسل، مش عارف يحجم اوضه اللبس. هاري كين تصريحاته مؤخرا او وضعيه بقائه في الفريق السنه الجايه برده مؤهله الدنيا، غير ان في اربع لعيبه فهيفقدوا الاصابه لحد نهايه الموسم، بنتكلم على الانجليزي، بنتكلم على ايريك داير، بنتكلم على هوجو لوريس، بنتكلم على في اسم رابع مهم برده سيسينون. فاعتقد انه توتنهام هيفقد المركز السادس دوت لحد من برايتون او استون فيلا، ومتخيل ان هو برايتون عشان يتوج موسم خرافي بالنسبه له السنه دي. انت متحمس جدا لبرايتون نتيجه السيزون اللي بيأديه، واستون فيلا كمان قريب جدا من الوصول طبعا لاوروبا ليج. لكن على مستوى كمان القمه ما زال الصراع قائم، كل الناس بتتكلم ان طبعا المان سيتي هو الاقرب بعد طبعا صراع كبير جدا جدا، وكان فترات اعتقد اكثر من 180 يوم كان الارسنال هو متصدر البريمير ليج، لكن عوده المان سيتي وتفوقه دلوقتي بفرق نقطه، وكمان ليه مباراه، فاعتقد الامور راح اكثر للسيتي.